كراي جامعة في 2014 فما حوايج إيجابية فما حوايج معناها ما كانتش إيجابية. مثال نحكي على مستوى النتائج، ترشحنا للألعاب الأولمبية في أول دورة تصير برا، هو مكسب كبير. ثم مشاركتنا في ريوم كانت دون المستوى عندي أنا، فما ياسر حوايج لازمنا نتلافاوها ولازمنا معناها نوقفوا عليها. فما إحراز أثار على بطولة إفريقيا في شهر 9، معناها كان مكسب كبير. كيف معناها الأواسط تحصلوا على نفس البطولة، معناها بطولة إفريقيا اللي هذا معناها يتسمى مكسب باهي، معناها يدل اللي فما معناها جيل تساعد، فما اهتمام بالشباب. وهذا معناها من سور لو بلان معناها على ناحية النتائج، معناها فما حوايج باهية، فما حوايج كيما المكاتب الجامعية الكل، معناها فما حوايج باهية فما حوايج اللي كان دون المستوى. ولكن في العموم عندي انا كان معناها الايجابي اكثر من السلبي. في تحسين المستوى كما يقول المال قوام الاعمال، معناها اول حاجه هو يلزم تحسين الموارد الماليه للجامعه. اليوم يلزم اللهوه الكبيره بالشبان وبالاساخر. علاش؟ اليوم نشوفوا كي ناخذوا جمعيات نلقاو ما فماش عنايه كبيره، عنايه لازمه بالاصغر على مستوى معناها التمارين، على المستوى المادي، على مستوى معناها الإحاطة بالشبان. في أي جهة قليل باش تلقى اليوم نادي اللي لاهي معناها بالأصاغر ولا بالشبان، معناها بالعناية اللي لازم يكون بها. احنا باش نداركوا شيء هدايا ركزنا على مراكز التكوين. احنا عملنا عفو عام وبدينا في صفحة جديدة. اليوم الكرة عند اللاعبين الكل، احنا قابلين الناس الكل، ما عندنا مشكل مع حتى لاعب، لكن فما القانون فيصل بيننا. اليوم لاعب نستدعوه باش يتكبر على المنتخب، قوانين واضحة، باش يتعاقب، الاتحاد الدولي يعاقبه ب6 أشهر. هذا هو معناه، هو الأوبجيكتيف نتاعنا والهدف نتاعنا هو نحسنوا المراكز نتاعنا. معناها نحب نكونوا من 12 الأولانيين، من 10 الأولانيين. أول حاجة سايزنا نتعداو الدور الأول، هذه الحاجة الأولى، ومن بعد نخدموا على معناها تحسين الرتبة نتاعنا. لازمنا نعرفوا حاجة لمنتخب الإناث، المنتخب الكبير اللي متحصل على بطولة إفريقيا بدا يلعب من 2000 حتى 2015، مع بعض 15 سنة. علاش؟ كان فريق إكسيبسيونيل، فريق قوي ياسر، حتى اللاعبات اللي باش تحب تبرز ما تنجمش تبرز، على خاطر كانوا فما كيما منى الشباح، كيما رجاء تومي، كيما رفيقة مرزوق، كيما هيفا عبد الحق، كيما هالة مساعد، هذوما لاعبات معناها كبار ياسر. كي مشاو الكل مع بعضهم فرد وقت. دونك فما فترة باش نكونوا بها، باش يوصل الفريق، باش يرجع الفريق معناها للمراتب الأولى، يلزموا تعداو بفترة تكوين. اليوم تقول لي اختيارات، فما لعبات ولا ما عندنا حتى لعبة اللي تنجم تجيب لي بطولة إفريقيا وحدها، وما عندناش لعبة اللي هي شبيكم معاي توليش، ولا اللعبة هذه حقها جات، واللعبة هذه فما إطار فني، إطار فني عندنا فيه ثقة، الإطار فني اليوم بدا يخدم في خدمة كبيرة، سي محمد علي صغير، واليوم ودعناه، وإن شاء الله معناها نكونوا في البوديوم. والفريق هذا فريق صغير، فريق معناها فيه تقريب 80% من الفريق القديم تبدل. فما فترة تأقلم، فما فترة فورماسيون، فما فترة تكوين، والفريق هذا معناها إن شاء الله معناها من 2018 يرجع معناها كما كان قبل، وترجع تونس للمراتب اللي كانت تستحقها.